والعجيب أن هذا الاقتصاد الذي زخم في العالم بكثير من ضوضاء إلى اليوم دولهم الكبرى مكتفية باقتصادها أو مادة أيديها إلى بلاد الإسلام، وكثير مما يعتمدون عليه اليوم في اقتصادهم من أرضنا، أليس هذا هو الواقع؟ أو نغلط أنفسنا؟ أو نكذب؟ نحن ما نعرف شيء، هم يعرفون كل شيء ولا بد نستسلم لهم؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ هبالة بلادة؟ خلاص استعباد؟ هم فاشلون. أصحاب الرأسمالية يعتمدون على الأموال من فين؟ إن جاءوا العراق عملوا فيها، وإن جاءوا إلى الشام عملوا فيها، وإن جاءوا اليمن عملوا فيها وشلوا منها، وبعدين؟ ما أنتم اقتصاديين من قبل مدري كم من سنة متطورين متحدثين، خلاص اغتنوا بأنفسكم، خلوا ثروات عباد الله لهم. فاشلون، ومع ذلك هم قدوة لبعضنا. الفاشلون قدوة لك، محمد أحسن لك، ناجح ونظامه ناجح، هو أحسن لك، هو القدوة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. فهنا غبش في الفكر، لابد نحرره، لابد أن نحرر أفكارنا من هذا الغبش الذي أحدثوه فينا بكذبهم. كثروا كذب لما صدقنا، كذبوا 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 في المغفرة، صدقوا كثير من مثقف كبير مصدقهم تمام مغبش عليه. لو أحسن وضع حساباته يعرف نفسه أنه مضحوك عليه، مخدوع، أنه ما ليست المسألة هكذا. وبذلك نجد الذين درسوا هذا الاقتصاد أكثرهم من المسلمين ما خدموا به بلادهم، ما خدموا به، أكثرهم يسخرون لخدمة النظام الاقتصادي الذي مرجعه وفائدته تعود إلى الفئة اللعابة المستغلة للعالم، وهو يشتغل في شيء من القنوات هذه حقه. يا الله، والله ما خدمنا الاقتصاد، ما عرفنا إلا استعبدنا من هنا ومن هناك، وقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً.